مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نص جد بموسم الرمضان المؤلف من 30 حلقه كل حلقه عم يستضيف من نجوم وعم يستضيف ناس عم بينزركوا بتحديات فيها مزح وفيها جد لما يكون عم نحكي جد بيكون في شويه مزح بالكعب ولما نكون عم نحكي مزح بيكون في شويه جد ما بين السطور ودائما عم نحط ضيوفنا بتحديات ودائما عم نحطهم قدام اسوأ مخاوفهم مسحا وجدا ضيفنا بحلقة الليلة هو مغني راب بالأساس حمل قضايا شبابية وقضايا وطنية وحقق شهرة عربية كبيرة ومن ثم انتقل إلى التمثيل وفي التمثيل أثبت نفسه أيضا وأيضا كشخص وكنجم قدامه طريق طويلة من تحقيق النجاح بتسمع زقفة كتير كبيرة لمغني الراب والممثل إسماعيل تمر روحه اسماعيل كيفك؟ <تحكوا> يا هلا كيف على انت كثير ثابت على رمضان ليه؟ تمر <تصفح> ايه على التمر لا هو انا كنت بلح وقت كنت صغير كنت بلح كبرت صرت <تصفح> استويت انت و انت وانت صغير كنت بلح؟ ايه اه استويت وليك واستويت؟ نضجت يعني؟ طبعا عن جد عم تحكي؟ كل هيك. مرحلة بنضج هيك شو. اول شيء اول شيء خبرني اول شيء بتيجي دائما على المواعيد ولا بتيجي مأخر؟ يعني هي مشكلتي بالحياة، هي مشكلتي بالحياة هي التأخير شو المواعيد؟ اليوم بس على الوقت جيت، آه. النجوميه بتفرض انك تكون ما بتجي بقى على المعيد لا الشغل شو خبرني يعني انا بالمسلسل تكون عندي تصوير مسلسل الساعه 6 مضطر فيه ايه بس ما عندي شيء في ثلاثه بعد الظهر لانه اصلا نحن اذا بدك تكتب راب ولا بدك تشتغل ميوزك نشتغل بعد ال 12 ايه انتم بيجيكم الوحي بس تعتي من ده ايه بس يناموا الناس نضل حالنا انا عكسي انا مثلا ما في اشتغل الا قبل الظهر سبحان الله ما بكتب ما في يكتب الا قبل الظهر ما في بحياتي مش كاتب حلقه بعد الظهر دائما قبل الظهر نحن أه اعتقد الموسيقيين بيعرفوا يعني يمكن أه. الليل اكثر شيء بيجي. طيب سؤال أه بأ... انت بتعتبر حالك بطيء ولا سريع يعني دمك بارد ولا ولا دمك حروقي مثل ما بيقولوا كنت كثير متسرع وصرت بطيء صرت بطيء كرمال اعتقد وقت اجى ابني من اربع سنين انا تعال متجوز عندك صبي طب وسؤال البروده بانك تبعت فويس نوت طويل هاي منين جايبها؟ يعني بس لك شغله انت شو اطول فويس نوت بعتها بحياتك؟ لالنا نحن للبرنامج هيدي لا. اطول وحده؟ لا بعت وحده شي 20 لا ما انت بعت لنا خمسة 25 دقيقه فويس نوت انا يعني قالوا لي بس يفوا غطوا على غطى قلبهم <applause> <applause> ما هو وقت قالوا لي هشام كنت بعت شي ساعه بس اختصرت <applause> بعت <بحديش. تصفيق> خبرني كيف فيك تبعت فويس نوت 25 دقيقه؟ ليك الحياة بتفرض عليك انك انت بدك تعبر عن رأيك اوكي لما رايح على مكان حاسس آه رح يكون في شوية مشاكل ليه؟ لأنه غلطوا قالوا لي تابع حلقات هشام القديمة غلطت وتابعتهم لا آه يعني و... لو مالي متابعهم يعني كان رجعت لهون هون متابع حلقات قديمة؟ ايه مشان هيك منهار اه ايه منهار شايفني مشان هيك خايف ايه لا مين قال لا خايف؟ لا اه بس منهار محطم ما في خوف بس في نصيحة يعني بعطيك اياها يعني انه؟ انه ممكن زت المايك وامشي بأي لقاء اذا ما عجبني اوف مم. ممكن هلا اذا ما عجبك اللقاء تزت المايك وتمشي ما انا جايك ضيف من اسطنبول يعني اوريدي متعرض في شروط متعرض لخطر الزلزال اصلا يعني, آه يعني خلصنا كيماوي وصواريخ وزلزال يعني خلصنا ف... في شروط اكيد ما حخاف انت اللي إن في شروط شو قصدك ما بتزعل ايه يعني انا شفت لك كم حلقه قديمه فحسيتك هيك شوي بتقسى على الضيف بتقسى يعني أوف. آه. اذا قسيت عليك بدك تفل لا في شروط معينه لانه انا عم شويه ظروف كآبه هلا شو هيدا انتم دائما مغنيين راب تمرق بهيك امور ابس اند داونز ولا ما لا بس ولا انت ابي معه غسيل كلى من سبع سنين واو وامي صار معها كانسر من شهرين من سنتين بس من شهرين فاتت بمرحله على هلا كيف بعد لي قلب انا اسالك سؤال قلت لك بدك تكون حذر طيب خلينا بالجد اول فقره حنحكي جد بجد ما هذه ما كثير بتخوف يلا خلينا بالجد ابو الناج اسماعيل تامر من بعد ما عرفك الجمهور كمغني راب لبعض السنين باخر كم سنه صرت معروف كنجم بمجال التمثيل خاصه عن بعد مشاركتك قدام النجم قصي خولي او حد قصي خولي بمسلسل الوسم اول ما فتت بعالم التمثيل شككوا كثير بموهبتك وقالوا شو بدك بهالشغله ايه صح ايه شو وقلت لهم أنت اليوم؟, اليوم شو بتعتبر اثبتت نفسك كممثل؟ يعني انا صليت عشر سنه بدرسها لهي المهنه اوكي كنت ناطر هاي الفرصه اوكي هي اللي بشكك بقول حضار يعني بالنهايه حضروا وقالوا لي اوكي وبعد الوسم اجاني 30 حلقه بمسلسل نزيف خلصته هلا ممكن يعرض برمضان او بعد رمضان تعتبر حالك اليوم كمان صرت حققت نفس الشهره او نفس النجوميه بعالم التمثيل مثل الراب لا اذا اذا انعرض نزيف حاسس رح يعمل لي شيء حلو والله 30 حلقه بطولتي انا وماريتا الحلاني وتاتيانا مرايب و... وين حينعرض هذا؟ هلا مفروض قريبا حيعلنوا ام تي في ال بي سي اه لبنان هو مسلسل لبناني يعني انا آه كنت السوري الوحيد ومعي علي كريم ورشا بلال وانت البطل آه. انت بتحب مين ماريتا ولا تاتيانا؟ كلهم شو عم تحكي؟ مش ايه آه بس دوره مونس نسوانجي بس وحده بتكون مرته آه. وبتموت وبعدين بيتعرف على ماريتا وبيتعرف على تاتيانا تاتيانا بحبوا لا تاتيانا بتكون مرتي مرتك بس يعني بتشوفني و... بالمسلسل حابب ثلاثة حبيب يعني شو عم تحكي؟ <applause> وأنت بالحياة؟ الحياة متزوج يعني أموري ظابطة طيب. بس ليش عملت ليش عملت متزوج؟ لا أنت <applause> <تعليني> يعني مع المدام لا يعني مبين لا يعني قصدي يعني بالحياة أنا بدك مراءة تمرية ما بدك العالم اللي عم يحضروا يحس يحس حي... يعني أنت شوي متزوج لا متزوج <applause> ومبسوط <والصوت تصفيق> الحمد لله متزوج كثير ولا شوي؟ متزوج كثير يعني مش أنه لا هيك يلا عيدها يلا أنت بس أنت بالحياة كمان حبيب؟ لا متزوج وحماتي متزوج ايه اموري رواق لا عن جد عايشين حياه سعيده ومتفقين ومتفاهمين فما في اعتقد لزوم اني دائما دائما بموضوع التمثيل دائما بتنسال انه انت ما كنت تقدر تبرز مجال التمثيل لو ما قصاي خولي جايبك بايدك يعني انه فرض اسمك فرض بمسلسل وسم اول شيء اول شيء ليه فرض اسمك فرض معلش ما كان عندك اي ما كان عندك اي 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 تاريخ بعالم التمثيل ليه بده يفرضك فرض بس ما في ما في ممثل بالعالم بفرضك كدور ب 200 مشهد ممكن يفرضني بعشر مشاهد ب مشهد بس المنتج بالنهايه هو دافع مصاري بتقول له يضبط لي اسماعيل ببطوله بيقول لك شو بدي انا لا م. فانا القصي طلع بي... اول شيء بوجه له تحيه ابو عبيد الغالي بس حتى انسال هو وقال له انا ما دخلني اسماعيل فرضته شركه ابله رشحته وخضعت لكاستنج وشافوا انه الدور مناسب كنت انا عامل جسم وقالوا بدنا حدا رياضي واوريدي انا رفيق قصير هلا بدور عامل جسم؟ هلا شوي على الكابه شوي خفينا نفست خفينا يعني ما عم نروح كل يوم ممم. طيب سؤال رح يكون في جزء ثالث من الوسم دخلك؟ في ثالث ورابع بس لسه ما اعلنوا ما اعلنوا ليك في عالم بيقولوا انه الوسم هو زيته بريزن بريك ما نقول نقله انه في مفكك وفيه ثغرات يعني شو بيشبه شوي بالعرب الجديد هيك فيه شوي من بريزن بريك فيه شوي من لاكاسا دي بابيل فيه يعني اه طليل. فتوش يعني، ليه ما سميتوه فتوش؟ تبولة أحلى. إيه لا مخلوطة. آه، مقلوبة مقلوبة لأنه حاطين حط... في بقلبه، وشو هالمسلسل حاطين فيه برزن بريك وكذا دي بابيلو. مو نحن حاطين، مم. العالم بلشت شي يقول بيشبه لاكاسا، شي بيشبه بريزن بريك، بس أكيد مو بنفس ضخامة الإنتاج. طيب، آه، مع أنه قصي خولي وقف حدك بيدم... بموضوعه الشخصي اتهمته. لا شوف. اتهمته ب... بالتقصير تجاه مرته وابنه. لك ما اتهمته يا زلمه بدك تعلقني مع ابو عميد ابو عميد لا تصدق علي يعني هذا حكي غير منطقي شو لك اين؟ انا بالعكس بدافع عنه بدافع عنه اول شيء اعطيك شو ساعدني قصي بالوسم اللي بيعترف فيها ساعدني وقت اللوكيشن يعني باللوكيشن قبل صح. المشهد خلص اه عليك ليش عم تنكر يا زلمه شو هيدا شو آشوة. والله العظيم ما بلسك. فيك ما فيك يعني انت فيك تعمل اي شيء الا انا وابو عميد ما نعم عم شو عم بقول ما شو هي ليش عم تنكر ما عم بنكر لا اذا لا ابو عميد انا عم اقول ما بيقدر ما بيقدر اذا أخلاقيا انا انت وزوقيا إذا بس اسمعني نستي... اسمعني ما بيقدر اخلاقيا وذوقيا وفنيا يفرض بطل لا لا مش عم بيفرضك هي خلصنا منها مساعده كثير كان استاذي يعني استاذي انا تلميذه بالتمثيل كان شريكك بالتمثيل استاذي يعني انا احيانا اذا بعمل مشهد ما عجبه بيغمزني وانت كنت استاذه بالراب آه مو استاذه بلا غنيت انت وياه فينا نشوف يلا يلا خلصوا كلهم ميك اب ايه ماشي شكرا خلص حتى التعديل صار جاهز تمام الامور يعطيك العافيه والله والله ولا يهمك إحنا شباب هيك زار صاحبك واخوك إيه عادي تلاقي صاحب يطعنك بظهرك بوجهك يبتسم لكنه عم يحفر لك قبرك كل ما تكبر اكثر اصحابك راح تقل الصاحب بالشده راح يبقى والمزيف راح يفل يا اخي هي حال الدنيا والناس خلقت معاد راب انت اقنعك اقنعك أه يعني اغنيه اسمها القصه كلها قصاي قصه كلها بالتمثيل بس كان القصه كلها بالراب يعني بتنصحوا بتنصحه بالتجربة؟ أكيد لأنه هو فعليا غنى سوريا قديم قبل هاي أه. رجع غنى القصة كلها أم. في تقدم كان كتير واضح أم. واللي عم يقدمه هو الأولد سكول يعني هو ما له محتاج يفوت دريل أو منسميها نحن الفلو بالراب أولد سكول يعني كلام مفهوم لا أولد سكول يلي بيجي خلص هذا كلاسيكي ليوصل أه. يوصل رسالة أه. يعني ما كان شو نيو سكول كيف هي؟ في دريل في قصص بتلعبها مثل اعطيني مثلا اعطيني مثلا مقطع شيء نيو سكول في دريل يعني مثلا في يقول كان متعود على لطمها هالجسدي في صرت تتحدى بالصبر ريوب رافضي ايماني بكوكب هزي يعني بيلحن بصوته هو ما هو فعليا كلاسيكي وعم بيعمل عليه ما طلع عن البيت فاداؤه كان جيد جدا واكيد يعني اذا بتسمع له ثالثة ورابعه حيكون لسه احسن انت بال 2018 اطلقت تحدي سوق عقاس شارك فيه في النجوم كتار بس الخياطة عبد الفهد فادي صباح وقيس الشيخ نجيب مين من هذه الاسماء تعمل انت ويا ديوراب مثلا تعدلي باسل بس الخياط عابد فهد فادي صباح وقيس الشيخ نجيب اعمل ديوراب مم. ممكن مع باسل باسل بيلبق له مع انه مع انه قاسي مع أنه تعبيره ما هو الراب بده تكون هيك ما بده يكون فلكسبل الواحد ما هو نوعين الراب فيك ترقص لعالم وتطلع فيك انا عندي بورش عندي وعندي, وعندي 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 وانا وفيك تطلع تحكي قضيه وتكون جدي مم. عجبك هذا النجم لما عمل راب انا واحد القناعة كنز ليلي اقتنع بس نحنا مركبين عالطمع يا بتفكر يا بتحس ما فيك توقف بالنص ما فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس ما فيك توقف بالنص ما فيك تاخد كل شي حبيت هال، <applause> لا خليني احكي شيء معلش تعرض كثير لانتقادات بسبب طبعا بيتعرض الزلمه كان بيعز دين نجاحه ايه ليش بطل بيعز بعز دين نجاحه؟ لا بوقتها كان عامل قنبله ليه بطل عامل قنبلة لا اخي اسمعني خلي آه. ما انت سالتني شو رايك خليني خلي اقول لك على رايي اذا ما بيخلي ب... واحد يحكي شو بدي شو اسمعني ما بتحبه لا ب... 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 لا الزلمه صديق بس آه. لاقول لك شو فكرتي ايه الزلمه غلط بالاختيار يعني حطوا له موسيقى سريعة مم. على غنية يا بتفكر يا بتحس وقالوا له اطلع اوكي لو عامل بروفا شوي بيقدر يقدمها بغير هي لو انت كنت كيف كنت قدمتها؟ ما بقول لك عم تطلع تشبسني. ليه؟ هه. لا قولها غنية يا بتفكر لا بتفكر يا بتحس الغنية اسمع اللي, اللي يا الراب راب إيه؟ مكتوب بليفل معين بتكتب الجملة حسب السرعة المعينة تبع البيت تعطيني بيت لاصنع أصنع لك منه فانت جايب لي غنية كثير بطيئه وحطيت لي سريفه اجباري يبدأ تطلع يعني كانك عم تغني لي سيره الحب تبع ام كلثوم اعمل لي اهرب ما غني لي سيره الحب اعمل لي ما بتزبط شو مروق بدي اخذ فيديو ثاني مشان ايش لا شو مش بس يعني لا ما, ل... ما بتطلع ما بتطلع يا هلا هش... بقول لك اعمل شيء ما بيطلع في إيش بيطلع. غلط في لا ما بيطلع خاف. من الحب من سيرة هاي بتضحك بتطلع يا ايه ما انت, انت اذا بتقولها كيف بتطلع ليش أبين ما بدي اقولها طب قول يا بتفكر يا بتفكر مو جبان بس انا ما بقوله بلا جبان ما بقوله ما هو غلط لانه قال هو كان فيه له لا ما بقوله عرفت شو الفكره اللي احنا بحياتنا عرفت ليش انا كنت بطيء صرت بطيء كثير كنت سريع هلا بتقلي اولى بقول لك يلا ها كنت تقولها دغري بقولها بس انا عرفت مصف. شفت اغلاط الناس ما انا بتعلم من اغلاط الناس ومني م. هو لازم كان يقول له لا ما بتزبط لا بعدين يمكن الايمج تبعيتك كنجم تمثيلي ما بقى تخليك تقول لا تعمل هيك لا 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 ما شرط هو ليش هو هو عند نجم بس هو استسرع وقف اوكي عملها فكان في له لا خلينا نعيدها بتقول له يبعد عن الراب ما بتقول لا بتقوله. اصلا كان عم يحضر اغنيه وحكينا فيها وهذا صح الراب بيحرق بيحرق الراب بيحرق شو؟ صعب يعني بيحرق مين ما كان في يعمله؟ ما هي يا بدك تطلع بتضحك يا, <applause> يا بتطلع عم تحكي قضيه يا عم تطلع بترقص يلي هو لعبه الميوزك مثل ما عم يعمل محمد رمضان لعبه الميوزك في عالم كثير بتطلع بتضحك كثير بعالم الراب كثير بيطلع بيضحكوا طيب حكينا عن مسلسل جديد عم تلعب بطولته الى جانب ماريتا اللي هو نزيف أه... و بتقنعك اكثر ماريتا كممثله ولا كمغنيه؟ أه... يعني مشروع ممثله <applause> ايه مشروع عملت معه عمل... هلا انت صرت تصنف عملت معه مسلسل كامل وانت, أنت تمثيل. وإنت ما صارلك زمان التمثيل انا بظن انت ما صارلك زمان في عبد التمثيل ما عم اقول سيئه المخلوقه رفيقتي رفيقتي المخلوقه عم مشروع زال مشروع ممثل يعني مشروع انا مشروع ممثل يعني انا بدي اشتغل بوسم اشتغلت جزئين مع قصي منا ممثل يعني بروفن منا منا مثبته بعد اكيد ناقصه خبره انا ناقصني خبره ما لنا نحن قصي خولي بتفضلها ماريتا مغنيه ولا ممثله؟ اثنين مثلي انا بغني وبمثل بس اثنين بدون خبره يعني هلا هي عندها شيء برمضان فهو اعتقد مسلسل رابع لا فاعتقد تطلع لذيذه كمان يعني اسماعيل اه اه من اكثر التصريحات لك اللي اثارت جدل وتصريحك انه المساكنه هي انحلال اخلاقي وبمثابه زنا اه بعدك مصر على رايك انه بال 2023 مين بقى بيعتبر مساكن انحراف؟ ما يعتبروا هلا انت ساكن قد ما بدك طفل بس لا تطلع تروج لها يعني لا شو انا بدي ساكن وحر بدي روج ليش انت بدك تعتبرها قول انا ما بعملها قول انا ما بعملها ليكك انت ليش تطلع تروج؟ عم تقول رأيك وانا بقول بس رأيي انت مين انت تعمل نصوص؟ رأيي رأيي, رأيي زلمه في انا عندي متابعين عندي مليون عالم انا مسؤول عن الرساله مساكنه زنا؟ انت أخي ما اخي بغض النظر انا الزنا فوتتني بحلال وحرام ما انت انا ما عم بحكي اوكي ما تغير الزمن ان... <applause> انت يعني ميلاز... شو انت يحكي الجنس خارج اطار الزواج؟ لا ولا ما. ولو ب... شو, شو, شو شو اسئله يا زلمه؟ شو؟ شو بك؟ عم لك بدك تدير بالك انا ما بحكي بهيك اشياء ما حكيت انت اللي حكيت عن المساكنه شو؟ انا عم اقول بدك تعمل مساكنه اعمل قد ما بدك بس انا اللي رايي أقول انه خطا ولا صح انا بعتبره خطا, خطأ؟ شيخ ليش لك هي؟ ليش عم تاخدها دينيا اه. ما انت اليوم شو اساس انا وزوجتي شو اساس حياتنا اني انا رجل مسؤول عنها اما اذا اذا انا عم بعمل معها مساكنه فبعيش معها كم يوم بعيش معها شهر بعدين الله معك لقيت احسن منك فانا هيك لما لما انت تدافع عن فكره الزواج مسيحي علوي سني شيعي ملحد بتحب بتعبد الحجر ما دخلني انا ما بحكي دينيا انت عم تحمي حقوق المراه ما عم تحمي نحن احلى ما قلبه الشاب بيروح كل يوم يعمل مساكنة بس انا عم بحكي حقوق المراه ضمن زواج مسيحي سني فهمت 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 المهم في عقد بيتشرط عليك ان هي المراه مسؤوليتي ما هو باسم المنا إتركا. يعني بحكيت انت... بحكيت طريقة بس مل منا اتركها فحكيت بهي الطريقه بس ما حكيت دين و فهمت عليك، طيب في نجوم اليوم اه خاضوا تجربة المساكنة وحكوا عنا اه بابليك بالحرية حرية شخص يعني مايا دياب حرية. عبدو شاهين محمد عطية، أنت هو بتعتبرهم منحلين يعني... أخ... من أخلاقياً؟ إذا روجوا أنا بعتبرهم بشخص ما روجوا, ما روجوا. هني عاشوا حياتهم يصطفوا طلعوا حكوا عنا وقالوا إيه روجوا ايه؟ <applause> يعني انت بس عم تطلع تقول هي شغله لذيذه وان شاء الله يعملوها العالم لا لذيذه يعني بيقولوا انه افضل للزواج بعدين تقعد تعيش انت وياه تعرف حالك اذا يلا وحده صارت حامل وبقى ما عاد بدي عم بمزح وجابت ولد وما عاد عنده اب وصارت فوضى بالمجتمع و... ليش قدرت يعني انحلال اخلاقي لانه صارت عاش مساكني مع عاش مساكنه مع وحده ست شهور وما عاد بده وهي حامل وصار عنده ولد وهي على لا متزوجه انت... ولا متزوجه هلا انت قلت لي انه انت مش انه الدين بس انت متدين كنت اكثر لسه بس ما عاد حكيت على الهوى يعني زوجتك محجبه طبعا زوجتك طبعا شو اللي طبعا ايه يا زلمه اكثر شيء ليه طبعا دخل لانه حر بتزوج واحده متحجبه مو محجبه هيك عيلتي هيك ستي هيك جدي طبعا يعني. انت طبعا يعني تصور يعني قصدك تصور تكون مش محجبه بغار كثير مو دينيا انتبه انا أيه؟ ما بحكيها بدي آه. انا بغار انا رجل بغار كثير بتخ... بتغطي فانا بدل ما نختصر لابسه قصير وعامله ومشاكل خلاص محجبه وخلاص بنرتاح انا وياها وزائد انه مو فارضه انت يعني انا ما ضيق شوي يا زلمه بتسالني سؤال بتجي تسالني انا بضوج كثير تفضل <applause> <فضل. تصفيق> انت عم تقول لي ليش مزوجه وطبعا مم. ليش لانه ليش انا محجب. فعل عر... آه م... محجبه محجبه محجب. لانه اذا انا فعليا اخترت غير محجبه مثلا انا رجل بغار الا تحجبي ما بعملها باخذها مو محجبه لكن بفرض عليها لبس معين يعني. ما تبيني لي بفرض قلت بالكلمه بفرض بفرض ايه ليش يعني زوجتك مش ملكك لك اسمعني اسمعني هي زوجتي ملكي الي انت ما دخلك لا شو زوجتك بالعكس زوجتك زوجتك اذا مش ما مش عندك زوجتك ياه. ملكك مو ملكي يعني انا يعني هلا اذا بتسالها ما بتقول لك مثلا جابرني اتحجب، جابرني ما اطلع من البيت، بتفكرني هلا بيفكروني الناس انه مرتي انا تبع طبخ ومسح ويلا وانت ربي لا بتعيش وعندها رفقاتها وبتروح على الجيم وبتدرس لغه وعايشه حياتها، بس فعليا ما بدنا نتناقش على قصه اللبس، حتى هي بتزعل مني اذا طلعت انا مثلا بلا تيشيرت فمحترم رايك وبحترم رايك. انت بتقولي بتقول لي بسلم على مرتي بقطع له ايده. مو بقطعها بكسر له واللي بيحكي كثير كمان بسكته. شو يعني, يعني ما تحكي كثير عنا بسكتك عن مرتك؟ اه. شو عم بحكي عنه؟ شرفي انا شو؟ شرفك شو عم شو عم بقول عنه ليه؟ يعني قصدي ما يتمادى لا ما عم تمادى عم بحكي عنه ما عم بحكي عنه إيه انت بتغار أنا عم اقول اذا حدا تمادى هذا الشيء بخصني انا بغار يا اخي م. نحن بحياتنا بتغار بنا... ومتملك يعني ما في تملك اه, آه. انتبه انا بعطيها هي لو بتقلي بدي اشلح الحجاب اوكي م. بس هي متحجبه واهلها على كل واحد حر يكون متزمت او محافظ حر يكون اللي بده اياه لا لا بس انا عم اقول مشان تعرف انا مشان ما يطلع علي صيت انه انا حدا هذا اللي بي ما لا عليك بالعكس ولا ولا فعل... هيك ابدا هي فعليا قبلانه يعني مثلا في عام يقول ليش ما بتطلع على السوشيال ميديا مثلا ما كل يوم بتقول لي خليني انزل صوره خلص هي مقتنعه يعني بتقول بس انها عايشه حياتها عند رفقات تروح على الجيم يعني بعد ناقص يكون ما عندها رفقات وما عالجيم على الجيم يعني لا ايه في هيك اه في هيك في عالم بتقول لك لا ممنوع تطلعي من البيت طب انت بتغار عليها هي ما بتغار عليك. عليك, انت بتغار عليك. عليك هي ما انت هي ما بتغار عليك هي بتغار هي بتقبل موضوع المعجبات كان يصير اول فتره مشاكل مشاكل صغيره يعني لكن تقبلت هي حدا واعي مثقفة عرفانة أني أنا ما عندي غير هذا الخيار أنا شاب مسؤول عن عشرين شخص بعائلتي من بيناتهم أمي مع كانسر أبي يغسل كلى أعطيني شغل تاني بيجبلي لي مصاري لسكر هاي المشاكل اللي بحياتي غير الفن مم. فهي هي غارت بدي يعني أترك التمثيل مثلا خليك آه. بالراب حكيتوا بهذا الموضوع قلت له ما بقدر مم. يعني هي فعليا السفينة ماشية عليها خمسين شخص الكل بدي يقبل اللي ما بدي يقبل ينزل مم. طيب انت متزمت بس متدين قلت انك متدين بس عامل تاتو تاتو ضد الدين تعرف كنت متدين كثير اه هلا صرت تمرق اشياء برات الدين لا صار عندي قاعده خاصه فيني هيك شو بينا. مركب تركيب اشياء هذا يعني بتنقل اللي بيعجبك اللي يعجبك بيعجبك اه هيك شيء اه بحق لك الجزء بحق <applause> لك جزء الدين هاي سؤال <applause> ما بطلع بحكي عنه انا انا لغيت اني اطلع بلقاء او بغنيه كنت انا باغانيه شوي اذكر قصص الدين <applause> وانا عندي قناعه انه الشخص بال 2011 او ما برح لك بالسنين بال 20 سنه كان عنده راي معين اكيد بال 25 عنده راي طبعا 16. فانا من سنه كنت غير تراكم إيه؟ تراكم يعني الانسان تراكم فانا حسب التراكم صار عندي فكره معينه في شغله يعني هلا ينعاد الزمن ما بطلع بغني المساكنه انت مش بس له ويطلق... روح ساكن ما بدي اطلع اغني لكم انت بتعمل تاتو على ايدك ومش بس حافر تاتو على ايدك حافر على مقعد ببيروت جبله اسعى وراء حلمك تصل اليه هذا المقعد حفرت عليه هيدا هو م. اه 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 هيدا هذا المقعد حفرت عليه هيدا المقعد كنت تنام عليه ايام من وقت لوقت بفتره من فترات عشت حياه التشرد هي متشرد لكن طلعت من سوريا انا ما عندي اه يعني ما عندي مكان استقر فيه فكان عندي مكتب لصاحبي بيحطوا فيه مانيكان وديكور وهيك أوف. فقال لي بتيجي بتنام عندي بس ما فيني اعطيك المفتاح لانه هو هذا مكتب للشركه اه. ما فيك انت امتى ما كان تفتحه وتفوت تنام اه. قلت له اوكي فاجي انا اشتريت فرشه صغيره وبيجي بعد الشغل الساعة 9 10 بنام عندهم أوف. مرة من المرات بدق الباب وين؟ الشباب والله نايمين بطرابلس عندنا اوبننج اوكي مم. ما معي اخذ اوتيل ما معي تعرضت للعنصرية؟ أول فترة إيه حاملة سوري وديزاينر سوري وبتغني راب أوف <applause> شو شايفينها من العصر الحجري؟ كان معي ايفون أول ايفون 3 جي فما راح أذكر اسمه بس حدا بي بالمكان الشغل قال لي اه معك ايفون رجعت قلت له <applause> انا بغني راب وفيجوال <applause> مرشندايز انا فيجوال مرشندايز يعني انا بعمل مانيكان بطبق اللبس بالمحلات فاحيانا تيجي زبونه يا يعني عم تحكي معي الا سوري انا ما يعني مالي سيلز ما ببيع قلت لي شو حضرتك بتشتغل هون الا انا فيجوال مرشندايز قلت لي من وين انت سوري تعمل لي صوره شو احنا <applause> <متحم> <applause> يعني لازم نبيع بطاطا <applause> ففي انا عندي مشكله بين يعني السوريين واللبنانيين لما جينا انه كان اخذين فكره عنا انه نحن يمكن بالخيم ما بعرف شو كانوا اخذين لا مش كلهم عم تحكي مو كلهم انتبه كل قله قليله فانا جيني يجيني العنصريه من هدول يلي مفكرين انه السوري عايش بخيمة بعدين بعد سنه وسنة يعني مثل هلا انا نص اصحابي ببيروت خلص فهموا انه انت نفسك.. عاشروك مشان مش, أنا... مش أنا هيك استفزتك الممثله الراحله أه... أنطوان نجيب الله يرحمه وكسرت لها خاطرة انت قبل ما مت... ات... ايوه قبل ما مت... لها كمان خليني اقعد بالليل اقول يا الله ما يتوه. ايه غلطت بحقها شو لا اعتذرنا وليكم معي فويس بدك بسمعك اياه منا ايه م. قبل ما هي من بعد ما قالت انه اللاجئ السوري لازم يرجع على لبنان لا شوف شو احكي لك القصه باختصار يعني دقيقه من مقابل احكي لبيدي. لك ياها بدقيقه ايه تفضل انا كنت قاعد اقل من دقيقه ايه شو أه كنت قاعد على بالبيت عم بقلب مثلي مثل اي شخص على الفيسبوك لقيت اعتقد ام تي في او الجديد. جديد جديد بلا لا مكتوب العنوان مستفز، الفنانه السوريه تقول ان العامل السوري يسرق مال اللبنانيين ويجب عليه ليش هلا؟ قام فتحت، هو زلاب الحكي يعني يقول شو رايك هن لازم يرجعوا؟ قالت لازم يرجعوا. وهن عم يسرقوا المال اللبناني وانا بطلع بشوفهم على الحدود ما بسلم عليهم واو واو وا وا. انا استفزني الموقف مثلي مثل اي انسان عايش بلبنان كنت بتحكي عني فكتبت كومنت انه انا بعتقد هاي الناس لازم ما تطلع تحكي لانه <مم> يعني حاجه عم تسود وشنا قدام الناس بلاقي صار على اللايك على الكومنت شي 2500 لايك وصفحات واسمعي يهاجم و وبلشوا يدقدقوا لي فمن يعني يعني كان شيء شخص صغير لا فشو صار وهن جابوا رقم مصري يبعثوا له فويسات تهديد انه ليك يا ختيارة ليك يا ما هي سمعت الفويس شو قالت بلقاء انه اسماعيل بعث لي فويس سمعونا الفويس بي 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 على ال على بر باحد البرامج طلع واحد يعني مبين حمصي او شيء يعني مو انا مو صوتي شو عزك؟ شو عزك وحمصي هو آه حمصي لهجة. يعني مبين بالهجه ايه عندهم مثلا خوه عرفت شلون بس عنا لهجات مبين مو شامي مو يعني مو انا آه. فرجعوا عادوا الصوت لون دقوا وهذا صوت مو صوتي فدقيت لصديقي ماجد عجلاني راح لعنده واعتذرت منه وقلت له انا بعتذر على الكومنت <applause> بس مش على الفكرة <applause> بس مو لا ولا على الفكره حتى انا الفكره اي حدا يطلع نحن اليوم صرنا 13 سنه بلدنا عم يتدمر <applause> تيجي زيادة فلا تجو لا نحن شوي عم نحاول نرقع برا نطلع ننجح بشغلة بترجع حدا سوري يحكي فلهلا عندي نفس الرأي طيب اسماعيل اللي... مشان هيك انت لأنه جاي من من تعذبت وهيك مشان هيك صرت تجاهر بممتلكاتك على ال... على السوشيال ميديا بتصور ايه. بسيارتك الفاخرة الفراري من عادة من عاد جاي القصص هلا انت كنت عامل لي فولو ب... تتعشينا مع بعض بدبي بعد شهر قمت لي الفولو هذا ما راح اقوله جاي عم لا سوري لا دقيقة شوي بدك تحكي على الهوا هي بس انت بتهاجمني <applause> لا زق بعدني على الهوا شو خلص هلا بعمل سمع. سمع 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 بعمل معنات لا هذا دليل انك مالك عرفان شو معي السيارة لا شو انا معي باصات سي سي شو قد ايه حقها؟ حقها بدبي 10000 دولار 9000 دولار قد ايه حقها؟ 9000 دولار حقها؟ ايه ب... لا زق هي السيارة والسيارات شو؟ شو؟ شوف هديك باعلان بدبي أي شو؟ هي بمسلسل نزيف ايه هي بفيديو كليب اسكونيني وهي بمسلسل الوسم يعني هدول سياراتي اه انت بمسلسل. عملت لي ان فولو لما انا عملت لك ل... طبعا طبعا بعمل بيعمل... لك ان فولو لما آه. زعلت فهمت عليك هلا عشينا وعملت لي فولو وكنا كثير ظروف بعد فتره فتت لعندك لاحضر شيء العام وامن لي فولو امنت لك الفولو لي لا مو لانه لانه بحسها يعني تقليل قيمه او شيء ما بعرف يعني بدي اسالك كنت لحي ما حاساله بسألك اسالك اياها على الهواء بس هو للامانه للامانه اسماعيل بعتقد انه انا ما عرفت انه هو نفس الشخص اللي تعشيت معه وزاد ولا عملت له فولو بصراحه يعني ما بعرف ما بعرف شو السبب ما بعرف شو هذا بس انه كنا كثير ظراف وانا كثير هيك قد انا ايك... مهضوم لايف وشفت وحضرت لك اللايف وعمدغ و يعني كنت حدا هيك عشان هيك انا جايز علينا او شيء؟ لك انا مو جاي زعلان انا مك... مكتئب مم. يعني شبت... حاله المكتئب مو حاله حدا عم يعيش ظروف ما له حابب ينزل يتمشى شبت... فيه... في في شي شيء اسمه مرحله عم عيشها انا هلا بافضل مراحل هسه انا لو جايك من شهرين كنت شو بتقول عيزة... لا شو بتقول لاهلك قبل ما نروح على البريك أول شي بقول له إني أنا كتير تعبت بحياتي لحتى فكرت إنه الحياة هي بوجه رسالة لكل الشباب كمان والصبايا، بنفكر الحياة هي إنه شغل ومال وشهرة ونجاح، بنطلع وبنسافر وبنتعب وبيصير بدنا بس الناس تحبنا، وآخر شي بتطلع الحياة هي موجودة عنا بالبيت هي الأم، فلما مرضت أنا ما عاد فقدت الشغف بأي شيء فأنا بدعي أبي وأمي يكونوا قوايا امي اليوم عندها جرعه كيماوي رقم أه 13 أه بقول لها كوني قويه وانا حدك وحطيبي لأني لانك قويه واي حدا عنده ام واب يعرف انه هي هي الحياه بصراحه معم ما عم ما عم بحكي حكي يعني هاي الحياه الثانيه كلها بتجي مصاري بتروح وبتجي بس الام اذا راحت ما في شيء بيعوضها خدنا على المزح يا ابو الناج عملية المزح نصه جاد فتنا شوي هلا بموضوع المزح ومطلوب منك عن جد يعني هيدا هلا التحدي وإذا ما بتعمله بتواجه أسوأ مخاوفك مطلوب منك عن جد أبو الناج شاب رياضي وبتنتبه كثير على أكلك كم صحن سلطة بتاكل كل يوم؟ صحن جرجير صحن جرجير روكا يعني آه. أوكي خبروني في شغلتين ما بتطيق تاكلهم ما هيك؟ م. تفضلوا عمول معروف كوسا محشي لا كوس ومكدوس الكوسا امم ما يعني انا من 13 سنه ما مو مم... 13 من ثلاث 3... انا عمري 33 سنه مو اكل ولا ولا كوسا هاي وين المكدوس ما في امم امم هلا بدها تزعل امي لان انا انا الكوسا اللي بتعمله امي ما باكله ايه بدها تزعل لانه شكلي بدي اكل ما حاحكي امم ايه ما بحب زعل حدا شو حتاكل مكدوس ولا كب... ولا باكل شو ما بدك والله؟ يلا أنت صرت تكره المكدوس لأنه في فترات كنت عايش على المكدوس عشت 20 يوم على المكدوس فقط أوك. أول أول سؤال إسماعيل تمر قلت بأحدى مقابلاتك أنه الإنسان بيتغير تفكيره من سنة لسنة وهلا رجعت قلتها مطلوب تحذف أغنية من أغنياتك عن يوتيوب لأنه تغير تفكيرك وبطلت مقتنع فيها علي حجاب الجمهورية السورية مطلوب راسك بحذف سنتين شو؟ مطلوب راسك وبحذف تبع الحجاب ليه؟ بترك الجمهورية السورية لأنه حكيتها من قلبي لما تقول إنك سوري خلي صوتك عالي يعني بصوت عالي طيب. لأنه قايل فيها الجمهورية السورية بلش فيها لما تقول إنك سوري قولها بصوت عالي اما اذا بدي شيل غنيتين بشيل مطروب راسك لانه كنت حدا فايت بجو الدس بسموهم بالراب شو يعني؟ يعني بتسبني بسبك وبحكي عنك اه تشالنجز هلا أه ما عدا ما عدا عنتني يعني حتى لو حدا برد. حكى عني ما صار عندي لانه يمكن مسؤوليه اكثر وولد وهيك فما عاد عنتني وقصه لأ. الحجاب لانه عن جد لقيت شو دخلني بتتحجب تحجب ما تحجب بتصطفى ليش لغني لا شو منك شيخ يعني؟ لا ايه تغيرت طبعا بطله مطلوب منك تحذف اسمها يعني مطلوب منك تستبعد اسم واحد من هالاسامي من هالبطلات اللي اصلا كان على بالك توقف قدامهم. دانا مرديني روزينا اللداني نور علي زينب مكي مطلوب مني اقول انه هي ما بمثل معه؟ تستبعدها انه هيدي ما على بقى توقف قدامها، كنت من زمان على بالك توقف قدامها. ارجع لي الاسامي دانا مارديني روزينا اللداني نور علي وزينة مكي نكش ومكيود حاطط لي ثلاثة سوريين واحدة لبناني مش إذا قمت لبناني لا أنت ما يعني زينا ماكي ما فيك تشيلة بقى إيه <applause> قال مشان نظبط أموري طبعاً <تصفيق> طيب بحكي عن كصداقة يعني نور علي في صداقة دانا مارديني في صداقة زينا اللاداني روزينا <applause> روزينا يعني بكونه يمكن ما في لسه ما يعني ما بعرف شلون ما بعرف شلون رح تكون العلاقه فبستبعدها بس مو بستبعدها كره ديري بالك انا ما بكره ولا حد ضغينه ولا شيء بالعكس استحكار. هي هي لذيذه وتمثيلها شاطر استحكار وراح و... اعمل لك هيك أنا. بغض بغض <applause> لا لا شطوره المخلوقه بس قلت لك انا بحب يكون في مثلا دينا مارديني كثير رفيقتي انت عضو لجنه تحكيم بمسابقه انتخاب ملكه جمال الدراما السوريه م. مين الملكة ومين مين الملكة ومين بتستبعدها؟ ديما اندلفت كارس بشار سلافة معمار جاني اسبر نسرين طافش مين قول عنا الملكة بينهم؟ ملكة جمال الدراما السورية جعيد ديما اندلفت كارس بشار سلافة معمار جاني اسبر نسرين طافش اي شيء بدي اقوله هون اليوم هو رايي كشخص يعني كمتابع أنا. يعني مو انه حقد مثل ما عم تحكي لا لا كره ومدري شو لا 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 نحنا نحن موجود. فضحنا انا كرأيي انا بحب بحب كذا حدا من اللي ذكرتهم اجمل وحده آه تمثيليا و انا قلت ملكة جمال دراما آه كاريس بشار كاريس بشار مم. ومين بتستبعد بيناتهم؟ رجع ديما اند لفت رح لك اللي يعني كاريس بشار ما رح اقولها ديما اند لفت ديما اند لفت سلافة معمار جيني اسبر نسرين طافش بستبعدها مو لانه مو حلوه بتستبعدها من ملكة من المسابقه بحس كمان صديقتي بس عمل انت بدك تخلينا ان لا شو الدنيا. يعني جيني اسبر بسبب معين مش حلوه مو مو حلوه عملت كذا شيء هيك مثلا اه بسبب عليك هلا مثلا تزيق. ليش اخترت كاريس لانه بحسها اكثر وحده طبيعيه بتحب طب. الناشر لانه فقدناهم ليه بتكره جاني اسبر؟ <تصفيق> 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 ليش الكره؟ جيني, جيني صديقتي و... و... بيّن حبيبي لا صديقتي صديقتك تردي هو هو عمليات يعني. تجميلة بس أنا ب... لا مو بس إلا لكل بنت بقول لها خففوا شوي صرتوا خففوا شوي خففوا شوي ما بحب مو هي مو آه. هي لكل البنات خففوا لأنه إحنا الشباب بنحمل ال... هيك الطبيعة أكثر فنان راب عربي اسمه أكبر من موهبته مطلوب منك اسم مسلم بالتي مروان بابلو ويجز ويجز اسمه ولا ويجز ويجز حاجه عيدن. مسلم ويجز بالتي مروان بابلو اسمه اكبر من موهبته اسمه اكبر من موهبته ايه يعني شهرته اكبر من موهبته اعتقد على هو اخر شيء صرت اسمع اسمه كثير هو ويجز مم. انه بيعمل 100 مليون و200 مليون مشاهده فتت ما قد استهواك فتت لا فتت انا كشخص يعني بسمع مو ما بدي اقعد انا اعمل استاذي لكن لقيت في اللي ذكرتهم لازم ينجحوا اكثر عادي لانه كثير بيعمل اوتو وكلام ما له معنى مين بتحب من البقية مسلم بلتي مرام مسلم لانه مسلم عنده قضايا قوي وبالتي بلهجته قوي قضايا قضايا م. مسلم اقوى واقدم مسلم يعني الاولد سكول انا بحب الاولد سكول مطلوب منك تختار الفنان الاقل نجاحا بين هول الرابرز السوريين اوكي هلا عم فوتك ببلدك اه مودي العربي امجد جمعه عمار الديراني فولكانو ام سي شو شو بدي اعمل فيهم هدول؟ الاقل نجاحا بيناتهم مين؟ اقل نجاحا بالنسبه إلي. هلا اول شيء عمار ما بيغني راب أه وامجد جمعه مو راب هو فنان ايه بس غنوا راب بفتره من الفترات ما ما يعد قريب بس مودي وفولكانو راب مين؟ مودي او فولكانو؟ مودي هاجمك فترة من فترات أه بغض النظر في كثير هاجموا اعتقد الاسمين ما كثير بيعني لهم اسماعيل يعني ان كان الاسمين اللي ذكرتهم وانا بعد عن التصريحات مشان ما بين انه في عداء او هي انا أه بختار يعني بحب لهم الخير للاثنين بس انا عندي مشكله كانت مع فولكانو بقصه الشتم الزايد بال بأغاني الشتم لأنه أنا كحدا عندي ولد بس يكبر ما بخليه يسمعه ما بخليه يسمع فولكانو بس ممكن يسمع مودي عادي لأنه فعليا أهون أرى آه يعني الأقل موهبة هو فولكانو اللي بيتكل على جملة ما بتيت المسلسل كونك أنت كمان بتكتب نوع من الشعر مطلوب منك تختار أي جملة ما بتوافق عليها يعني منا منطقية يلا yeah. أكثر ناس عرفوا الصح هن اللي عملوا غلط هاي علي المولى طبعا علي المولى علوش يعني علوش كلامه آه لا يعلى عليه هي الجملة بدي قيمه قصدك؟ اي بتقول ما بتوافق عليها بدي اسألك لا بالعكس بتوافق عليها ايه لأنه بس يعني الإنسان بيتعلم من أغلاطه ومن أغلاط غيره أوقات القلب اللي بيضعف بده خيانة تتقوي كلمات مازن ظاهر إذا رأيه مثل ما فهمت أنا أنه ب... ب... لازم ينغدر ليقوى صح كلنا بنكذب في ناس بتكذب بضمير علي المولى زياد برجي بيختلف الحديث كلنا بنكذب صح في ناس بتكذب بضمير كلنا بنكذب؟ انت بتكذب؟ وبس بس بتكذب بضمير؟ ضمير شو يعني؟ شو يعني فسر لي اياه؟ من يوم يومنا عايشين في واحد بيسرق بضمير مثلا ما الكذبه خطيه لا في في احيان كذبه لتنفذ عالم في حي... بسموها كذبه بيضة فنحن مستحيل تلاقي انسان صادق بيور 100% فأحيانا أكيد بتضطر تكذب لحتى تحمي شخص أو تكذب لحتى ما تكسر شخص. م. يعني أنا مالي مع إذا أنت لابس لبس مو حلو، لك لبسك مو حلو. ما فهمت بس ما أكلت ولا كوساية يعني؟ ما حأكل لأنه من 13 سنة ما أكلت هلا ضغط عيني. كوساية وحدة بس؟ إذا في أسئلة أصعب ممكن آكل. طيب. عمل تمثيلي وأنت عندك أغنية بتقول انحلال أخلاقي بتقول اسمها انحلال أخلاقي، عمل تمثيلي بتقول عنه رديء وبشجع على الانحلال الأخلاقي، مطلوب منك اسم. أزمة منتصف العمر أصحاب ولا أعز مسلسل السمن مسلسل السيلتو انحلال يعني اخلاقي؟ مم. بشجعوا على الانحلال الاخلاقي او مشجعوا على اللي يعني اللي... انا برايي اي مسلسل ما انا في شيء ما يعني اللي كلهم اللي ذكرتهم ما تابعتهم ما تابعتهم؟ لانه استاذته اعتقد نسواني بحت يعني امي تابعته اختي وكذا اوكي فانا ما قدرت اتابعه نسوان و... مم. يعني بحسه جو اصحاب مست... ولا اعز ما حضرته؟ حضرت المسح المقطع اللي كثير عمل ضجه أيه لأنه بيقعدوا بيحكوا عن بس انا بقول لك يعني جواب مقنع اكثر اي مسلسل فيه اوفرا او فيه بوسي على الهواء انا هذا بعتبره انحراف بوسي؟ بوسي مو بوسي تخد بوسي, بوسي تم؟ آه ليش انت ما بوس مرتك بتمها؟ اي بس مو على الهواء اي شو خاص بوسي على الهواء ما هو هو مش مش عم بيعرضوا بوسي على الهواء في مسلسل في قصه ب... في يعني يعني في زوجين بدور زوجين بده يعبر عن حبه وين ببوسها؟ بيضم بيضم ليش انت بس بدك تعبر عن حبك بالضرورة انا برايي هذا عم ننشر شغلات غريبه شو يعني البوسه غريبه بين زوجين ليك شو متحمس يعني مروق لا لانه عن جد هو لا ول... ووش حاسسني غريب اوه معقول تتضايق بتضايق انا بتضايق لانه انا بس عم بحسن حاسسهم قرار قرن قرن التاسع في شيء اسمه قرون شوي في شيء اسمه عن نتفليكس زائد 18 بيحطوه بالبدايه مشان بوسة؟ اسمع انت عم تحكي جنس بوسة بوسة عم بحكي بوسة لا حتى احيانا بيكون في بوسة بيكتبوا مثلا هذا المسلسل يوجد فيه عنف تعاطي عري تجي انت بتقول له لابنك يا تابع يا لا انا صرت اب مسؤول انا عم ربي ابني تحت قواعد معينه مش اب معقد لا لا شو انا ابني اذا بده يموت تع... بده يفوت على التمثيل اهلا وسهلا مالي من ضده بس انا بعلمه قواعد معينه خلي ما بتخليه يبوس بالتمثيل لا يبوس لحاله قد ما بده شو دخلني فيه شو انا ما جاي... جاي, شيخ انا ما... انا في شغله مبادئ اللي احنا عايشين بمجتمع ما فينا نطلع منه قد ما حاولت وقد ما حبيت انت شكلك كثير بتحب المسلسلات اللي فيها حب لا أخي. انا ما بحضر مسلسلات بس انا ما عندي عقل لا رأيك. انت عم تقول انه عندك مش انه ما عندك مشكله فانه هذا, ز... و... مش هذا رايك وانا عندي مشكله فهذا رايي لانه واقع انه يكون في زوجين في م... زوجات او حبيبين عم بدهم يبوسوا بعض ما بيبوسوا بعض اخذ ولا م... بضمها يا اخي يا اخي واقعي انه يكون عندك راي وهي الحياه ضروري انت مثل ما بتحب نحب كلنا انا عندي راي وبحترم رايك انتبه ما بطلع بهاجمون لا ما طلعت ولا مره حكيت انه انا ضد هاي المسلسلات لكن انا ما بتفرج له بخلي اهلي يتفرجوا هاي المسلسلات طيب مطلوب منك تختار اقل صوت بتحبه من بين الاتي اسمائهم سيف نبيل وديع الشيخ علي الديك حسام جناد مهند زعيتر أكثر صوت ما بحبه؟ أقل صوت بتحبه؟ أي نفس الشيء؟ كلهم بحبهم سيف نبيل وديع الشيخ علي الديك حسام الجنيد مهند زعير فيني اقول احلى صوت بفيهم طيب اقل واحد اعتقد اقل واحد انا يعني مو ذوقي الميوزك وديع يعني ما لي سامع له ولا وحده اوف آه. ما بتحب صوته؟ ما انا يعني ما بسهر <مم> يعني اعتقد وديعي بيحبون بس عليه كمان لدواعي آه بيزل 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 انحلال الأخلاق ما بحب يا زلمه لسه بيقول لي انحلال اخلاقي يا اخي انا ما باكل بكوسه مو انحلال اخلاقي اللي بياكل كوسه <applause> ما بعرف <بارب تصفيق> انا زلمه انا زلمه سيرنجي بتعرفوا السيرنجي؟ لا شو حط لي بطيخه بالنهر حط لي جبل اه زلمه يعني شو بيقولوا؟ ابو تيم يعني أبو تيم بلدي بلدي يعني يعني, يعني بسيط شوي. بسيط بحب البساطة بحب بطلع على دبي مثلاً بقعد بمطاعم الأرجيلة وهيك وفي ناس بتطلع بتسهر وبوبات وبوب و... على فكرة كلهم كانوا الهينين بعدنا يلا عم تمزح أكيد آخر فقرة أبو الناش خدنا عليها بريك رو. <applause> هاي تمر باخر فقرة من حلقة المزح نص جاد على قناة الان بموسمه الرمضاني جريء محافظ وشرس بمقابلاته واليوم جائر بضل جائر ما بعرف ليش ما بده يفكها عنده ظروفه وكل واحد محترم له ظروفه اللي ما حضرت الحلقة فوت على تشانل يوتيوب بتعمل لايك اند سبسكرايب وبترجع بتعطي الحلقة وين احبائنا السوريين يعلوا لنا الفيوز لاسماعيل تمر بدنا نشوف هلا قد بيجينا فولو من ال من الانستغرام تبعه هلا تحديات بعطيك تحديات بدك مجبور بواحد بيناتهم يلا اوكي فيني بس اشلح الجاكيت ليش شو بك؟ شوبت شوي شوبت؟ عبقت ايه. مني؟ ايه كرهتني؟ لا ما بكرهك اه فرجينا جسمك كذاب ايه والله شوب فرجينا زندك عم توفروا ومشغلين اي سي؟ بلا لا لا فرجينا زندك عم اقول هيك شو فرج... اه ما بك شيء قبضاي؟ ايه عم عاملك بيش معي؟ بعجبك ايه ايه يلا ما بدي اكسر لك اياها لانه لعيونك انتبه لانه أنا هو بغ... في خوف منك شوي بس انا بس حاوي. انا خايف عليك عرفت كيف؟ أيه. كرمال ما شاء الله عنك لا كرمال كتفك بس عشان ما تكسر لي ما بدي اكسر لك كتفك مشان عندك تصوير ما بدي انا تتضايق يعني جاهز انا بس بتدخل وبعدين انت اصغر مني بالعمر يعني ما بحطها عقلي بعقل اصغر مني أيه بالعمر جد لك... <applause> لا تبرير دغري أيه 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 لا مخرج لا من اول المهن اللي اشتغلتها بياع عبايات سوق الحمدية مزبوط بياع <applause> شو؟ بياع عبايات سوق الحمدية مضبوط؟ <applause> ايه, ايه يعني شو بك؟ شيء شرقي لا تخزال تخزال بي بياع بياع شو بتخجل لا بس بياع عبايات شلون بتقولها؟ شو؟ فظيع انت ليه؟ المحل شرقيات ايه يعني لسه عندنا الطاسات اللي بسموها هي ايه النحاس ايه؟ عندنا مثل هدول السجاد النحاس عندنا عبايات عندنا قصص عندنا طيب يا اما يا اما التحدي الاول التحدي بت... الاول بتلبس العبايه الحلوه وبتنادي مثل ما بينادوا البياعين على البضاعه بالاسواق الشعبيه يا اما بتكشف لنا هلا على الهواء عن الاجر اللي تقاضيته عن بطوله مسلسل نزيف قد ايه عم تتقاضى مزبوط انك عم تاخذ مبلغ 15000 دولار على <applause> هيك ومع مع هيك يعني انه مزبوط لا اكثر بكثير اكثر بكثير <applause> صرت تبعت اكثر بكثير م. عم بقولوا صرت تبعت 18000 دولار اكثر بس بقى فوق ال 50000 بشوي شو عم تحكي شو مستقل فيني؟ لا ما مستقل بس انه تجربتك الثانيه او الثالثه شو بدك تشتح أنا شو بك حتى بدك تقول لي بدي لك لا والله شو ما عم بمزح يا شو؟ ايه لنا مروحه هون آه... شو شو عم تقول لي انت عم تقول لي ليش؟ ايه؟ طب يعني اللي بيقول ليش معناتها مستقل بي لا انا مستقل بس انه ثالث بطوله او رابع شو دخل ال... شو دخل الفكره يعني انه ايه؟ ثالث ولا ثاني؟ في, في شيء اسمه انك جايب شخص دارس تمثيل ايه؟ عنده باك جراوند عنده جمهوره وجاي يمثل وعنده وقت طويل 3 ثلاث شهور تصوير شو بدك تعصب ليه بتستفز شو بك ليه ما ليه بتستفز بصراحه ليه معصب؟ لا بخاف من اللي عم يقلل بعصب من اللي عم يقلل من ايه؟ لا ما بنعلي من ايمتك انت عم تقول 18 لا انت مشروع ممثل منيح 18 ولا شيء مشروع ممثل منيح ما بك شيء 18 ولا شيء انا فكرت انه بتقبض انا قلت انا كنت بدي بلش لك ب 6000 دولار اول شيء بعدين انت اذا شايفني ب 6000 انت عم تسبني لا يعني؟ بالعكس انا شايفك بس... عفوا انا 0 0 60000 انا شفتها غلط الرؤيه ايه اه ظبط والله 60000 انا اذا منتج بدي لي بيقول لي انا بدي اياك على بطوله ب 6000 دولار بسكر خط بوشه بكون قليل ادب طيب شو بتعاملنا على الهبايات بتنادي لنا؟ لا قلت لك ما بتنادي لنا ليش بتخجل من الماضي؟ اسمع قلت انت قلت لي اياها هي اياها شو بدك تقول لي؟ قد ايه ايش على القد؟ قلت لك فوق ال 50 قد ايه على القد؟ 55؟ آه. انا نادي علي عليه بدون ما عباية لك شو لا بقول لك السعر وخلصنا قد بس بدك تنتبه انا هذا اذا بتضرني إيه؟ لانه آه. بركي بدي مسلسل اكثر مو العباية لا بس بدي اقول شيء قبل ما اقول قول انه في ظروف بمسلسل خلت نزيف خلتني انه آه غيرت اسم المسلسل عدلت النص 20 يوم كله كرمالك هذا الشيء؟ آه طبعا اوف زلمه خبره انا 13 سنه عم بدرس واو الأسل. كله كرمالك غيروا اسم الهيدا كان اسمه شتون وار. شو كان اسمه؟ شتون وار قلت لها لامي عندي مسلسل اسمه شتون وار قالت لي حبيبي مو اسم فراس انت مين نوار؟ ما حدا غيرك بطولة قلت لها لا بالفرنسي شتون طلع يمكن القصر القصر الاسود القصر الاسود فقلت له في مشكله يعني احنا ثقافه الفرنسي عندك شوي يعني شو شتون كله وبدك تكتبوها بالعربي ايه. تطلع شتون نوار يعني ايه مين بزمار. نوار ما في نوار ايه شو يعني قلع. شتون ما حدا فهمان فخلينا نزيف يعني اصلا المسلسل فيه نزيف بكل شيء فالمبلغ اتاخذ لانه في اصحاب المخرج و و وبشروط معينه 55 75 75 الف انت بالمسلسل اللي بقبل بدك اكثر حسب الشروط بدك اربع شهور وانطلب مني عدل وانطلب مني اسم الله يعني عم تطلع منيح ايه على كيفك بس كلهم عم يروحوا الحمد لله ليه شو بتصرف كثير يعني عندي كل خميس مثلا 2500 دولار جرعه كيما آه عندي مجرد. كذا عندي فبيروحوا بس انا 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 دائما بقول الله يرزقك الله يسلمك بس انا بدي اقول شغله يا زلمه انا بدي اقول لك شيء شيء ضروري بدي اقوله عن جد للناس ما بدي اطلع اتفلسف بس اي رزقه عم تجيني مو لانه اسماعيل تمر يعني انا اجاني رقم لنفرض 75 مو لانه انا مشهور لانه رب العالمين حاطط لي الله هذا الله لامك وهذا لابوك وهذا لجار آه البيت برافو عليك فانا بفرح انه عم يجيني مبلغ يعني. فورا عم بعطيهم برزيتون. فمو مشاني انا لو بعرف انا مشاني يمكن الله ما يعطيني برزقتهم لا ان شاء الله طول فهذا الله الشيء برزيتون. انا عرفان انه حيجيني 100 و200 بكره طيب اسماعيل التحدي الثاني يا بتدرس بريك دانس بتعمل حركه المروحه بريك دانس او بتعمل فيديو كول مع مرتك وتفرجي وجهها لاول مره هي مستحيل ارقص بريك دانس طيب شو ليه مستحيل؟ شو طبيها؟ <تصحيح> يي مرتي يا زلمه بدك تتدخل فيها يعني انا بي بي الفنان بتدخل بكل شيء ما عندي مشكله هيك بيحب بس مرته الزلمه يعني هي اكثر شيء خاص بدك تدخلوا فيها اعطونا بس هي المساحه لي غيري يلا قوم رقص بريك دانس ايه بس مو مروحه شو لك اعمل لحرك حركه تشاطر انت شاطر فيها يلا يلا فيني اعمل حركه هيك بس ما روحها بتزبط باللبس لا, لا هيك شو ما بتزبط هون بلا بلا بتزبط لا ما بتزبط السجاد شو بتحسسني كانه رائس انت 20 سنه قال بتزبط انا تجرح لي ظهري <ضاري> وسجاده <متصفيق> لو هنيك اوكي بس هون اعمل لك شيء على اعمل لي عالي بدي اعمل لك شيء على ايدي يلا فرجيني اعمل لك شيء على ايدي لا شلون والله شمستنا مشان اللبس انا بتخرب لنا بالبريستيج طيب اعمل لك شيء في موسيقى شو رايكم نلعب بريك دانس يلا شيء هيك قريب على البيت يعني شيء اه يا <applause> وحش اهلا يا وحش قوي قوي كبير كبير قوي يلا يعني عن جد قوي اخر تحدي الماين. اخر تحدي يا اما بدي فيديو كول لمرتك لا تضيعنا <applause> ما قمنا نطينا على كوعنا قمت نطيت لك على كوعي مشان ما ادق إلا شو هالذكاء هذا <تصفيق> <تصفيق> هلأ. <تصفيق> هلا هلا هذا اخر تحدي يا اما بتكشف لنا عن أسوأ موقف شفته من فنان زميل لك بكواليس تصوير عمل اوكي يا اما تعمل راب الدبكه يعني بتغني راب وبترقص دبكه بنفس الوقت او بدي فيديو كول لمرتاح لا لا <applause> حدا عامل معي موقف ثقيل فنان بسمي لنا اياه بس قصاي خولي لا يا زلمه هذا الزلمه ما عليه ولا خط مين انا مثلت بجزئين بالوسم وواحد بنزيف امم أه شيء ضايقني بدايقني بموقف بالوسم مين سيف السبيعي أول مرة بتقوله؟ طبعاً ما حكيته، هو هو أصلاً هو بيعرفه يعني, بيعرفه يعني بيعرفه عادي استصغرك، يعني استصغرك؟ استصغرك؟ لا بس كنت أنا شخص عندي تجربة 12 سنة عم بدرس وحابب هاي المهنة وفايت م. بشغف وأنا بطل من العمل أنا وقصي يعني يعني بطولة ثانوية تعد. مثلت أول مشهد ما كان موجود قصي، م. كان قصي يعني بعد أسبوع ليبلش ايه فبعد ما خلصت المشهد يعني جيت عم بعطيه رأيه، عم له شو رأيك يعني؟ عم عمل لي يعني بتقطع بنمشي كمل. فحزت في قلبي لأنه أنا فعلياً بعرف قديش الإنسان هو المخرج المخرج سيف سبيع بس صاحبي هو وقلت له يعني نعم باين بتحبه؟ لا بحبه ما بقى ما بحياتك أبو الذهب، أنت ذهب بس هو عم يوقعنا، بس لا أنا قصدي للمخرجين الثانيين أكيد أكيد عندهم اياها هاي الميزة، بيعطوا سبورت لل اه هو ما بيعط سبورت لا أبدا ما اليوم بسكوبيت مع اسماعيل تامر شكرا لك كانت حلقة سوبر مهضومة خلصوا التحديات ونزمطت بأقل الأضرار الممكنة بعد في عندك الفيديو كول تعب خلص ختام الحلقة مين أحلى فنان عندك؟ شو أحلى يبدا عينه شايفني بحب الشباب شو أحلى يعني؟ يعني مين أحلى فنان مين أكثر فنان بتسمع له أحلى شو بدك؟ شو احلى يعني احلى يعني مين افضل فنان عندك عربي لا سوري عربي لبناني شو ما بدك انا يعني كثير بتعلق بتامر حسني تامر حسني لانه بعرف غير تامر حسني هو قصي خولي لا حدا بغني ما نختم الحلقه بغني بنقي حدا مين انا بدي غني ولا لا لا انا بغنوا لك بنختم الحلقه <applause> انا بحب اسمع لكاظم الساهر كثير <applause> كاظم الساهر من شو بنختم لكاظم الساهر زيديني عشقا يلا زيديني عشقا مشاهدينا بنشوفكم بحلقه جديده من المزح نص جاد اليوم كان اسماعيل تمر سكوبات